السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات جايين لكم بقى هنعمل إن شاء الله مخلل مخلل ليفت. طبعا يا بنات المخلل دي الليفت دي لسه جاي طازة جاي من الغيط. فهقولنا نعمل بقى مخلل معاكم كده إن شاء الله هنعمل مخلل ليفت. في أول حاجة يا بنات بقى لسه هو لسه بقى هنضفه ونغسله طبعا من اول حاجة معاكم خالص من اول خطوة لاخر حاجة ان شاء الله هتشوفوها معي. فدي يا بنات دي الورق بتاع الليفت. الورق الليفت ما بيترماش بيتحشى بيتعمل محشي بيبقى جميل جدا. طبعا اي حاجة خضرة بتبقى جميلة ومفيدة جدا. يعني كمان الورق دي بيبقى احسن من الكرنب. لو اول مره تعرفوا ان الورق الليفت بيتحشى بجد بيبقى جميل جدا قوي يا بنات وبيبقى حلو في المحشي بالسلق مش زي الكرنب برضو يا دوبك بتغلي له الميه وتحطيه في الميه وتطلعيه على طول زي السلق والخس والحاجات اللي هي الخضرة دي. فهو بيتحشى بيبقى جميل قوي. فهنبدا بقى ننضف دول اكتر ما شاء الله يعني دول 5 كيلو ليفت. فهننضفهم بقى هبدا كده انا قلت اما اعمل معاكم واحده وانضفها معاكم. اهو بدي الورقه اللي هي الحلوه العريضه كده انضف يعني واحط الورق جنبي عشان برضو ان شاء الله ابقى اعمله محشي. وهنضف كده العيدان كلها مش هخلي فيها ورق خضره خالص هنضفه كده وكمان اعمله بالسكينة عشان العيدان الورق الاخضر دي اشيله خالص من العيدان. العيدان دي كمان بتبقى جميلة جدا في المخلل وبتبقى طعمها حلو. وكمان هنعمل الخلطة بتاعة المخلل خليكم معايا بس للاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بس الاول مرة تتفرجوا عليه ما تنسوش تعملوا له لايك والاشتراك عشان القناة تكبر بيكم. بدأنا كده يا بنات نعمل بقى الراس. طبعا انا ما غسلتوش ولا اي حاجة هبدأ بقى انضفه الاول من الورق واكحته بالسكينة كده نحوش البتاع اللي في الراس. وكمان هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. بعرفكم بقى بيشيل كده من اشيل الورق من العيدان يبان كده. نضفت بقى الكميه كلها من الورق عملت الورق بقى طبعا هحشيه والراس هنعملها مخلل اهو. عملت الكميه كلها وكمان الورق دي بقى رصيت على بعضه كده. هنبدا بقى نقطع ايه في اللف هنعملها حتت صغيرة. ايه
بتبقى حتت صغيرة خالص، متبقاش كبيرة يعني، بتبقى حتت كده صغيرة. هنعمل بقى ال5 كيلو كده بنفس الطريقة. بجد يا بنات بيبقى في جميل جدا في المخلل، بيبقى طعمه حلو قوي. بعد كده بقى بعد ما قطعت بقى الكمية كلها، هنغسله، هنحطه تحت المية. ادي كده كلها الكمية، هنفتح بقى المية عليه. اهو بالشكل دي يا بنات، وهنسيبه ايه لمدة 10 دقايق كده في المية، عشان اي حاجة فيه اي حاجة يعني نغسلها كويس وكل حاجة تطلع منه. فهسيبه شويه كده في الميه. عم اعمل ايه الخلطه بتاعت نعمل الخلطه بتاعته. فمعانا ملح، معانا ملح، ومعانا بابريكا. جايبه 5 جنيه بابريكا، ومعانا ملح زي ما انتم شايفين حضراتكم كميه كده، طبق ملح بس طبعا مش هنحطه كله، حسب الحوض، وكمان رتلين من الميه كده. حطيت ب5 جنيه بابريكا عشان تحمر لنا اللفت وتخليه احمر كده وجميل، وهنحط حوالي ايه كبشتين كبار كده من الملح. لما تكون الميه حادقه اللفت يعيش معاك ما يدوبش بسرعه. فهنقلب بقى لغايه ما الملح كله يدوب والميه تحمر خالص. اهو البابريكا اتحمر بقى اللفت كده وتخليه احمر وجميل. برضو ممكن لو عندك بنجر من اللي هو الاحمر، بنجر بتحط معاه راس، بيخلي اللفت احمر وبيخليه جميل. البنجر حلو برضو اللي هو الاحمر دي، بتحطيه مع اللفت بيحمره لك وبيخليه جميل. مفيش بنجر، بتجيبي بابريكا زي ما انا جبت كده وبتحطها في الميه وبتحمر لك الميه وبتحمر اللفت وبتخلي جميله جدا. دي بقى موسم اللفت يا بنات، الموسم دي يعني ما شاء الله ما يكون اللفت موجود بتلاقي الناس كلها محدقه لفت، وبتلاقي طعمه جميل جدا ومغري في الاكل قوي، فهو بصراحه بيبقى طعمه حلو كده. بدأنا بقى نقلب، قلبت الخلطة بتاعت اللفت، دوبنا الملح يعني والبابريكا. فبعد كده صفينا المية من على اللفت، وكمان طبعا غسلت كويس خالص، ما عادش في اي طين ولا اي حاجة. جبت بقى برطمان للمخلل، دي ما شاء الله ياخد 5 كيلو. فهنبدأ بقى كده ايه نفضي فيه شوية، نفضي في ارضية البرطمان شوية كده. شوف بقى البابريكا محمرة المية ازاي، وكمان هتحمر لنا اللفت. وهسيبه بقى لمدة اسبوع كده، ما افتحش عليه، لما يحدق خالص يبقى طعمه حلو. كده بس حطت شوية في ارضية البرطمان. وكمان بقى هنحط اللفت، هنحط ما شاء الله معانا كمية كبيرة من اللفت. طبعا احنا غسلناه كويس خالص وصفناه. دي اخر حبة معايا هحطهم بقى، ونبدأ كمان نفضي عليه المية، الخلطة اللي احنا عملناها، ملح يا بنات وبابريكا. ما بيضافش عليه اي حاجه غير بقى لو انت عندك بنجر اللي هو الاحمر، بتضيفيه يعني مكان البابريكا عشان يحمر لك اللفت كده بطعمه حلو. وكده يا بنات خلصنا. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم، واسيبكم بقى في رعايه الله.